فكرة على يعني ذكر قلب العالم بصراحة. على ذكر تنس الطاولة، احنا معانا ظاهرة كونية، مش مجرد لاعب بارالمبي عالمي، احنا بنتكلم على ظاهرة ويعني حصل على كميات وافرة من الإشادة الدولية. إبراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة البارالمبي المصري اللي مشرفنا. إبراهيم صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا فندم، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. احنا طبعا مش قادر أقول لك احنا إلى أي درجة متشرفين بالإنجازات اللي أنت بتعملها، وسعداء جدا جدا وفخورين بأن أنت قدرت تلفت أنظار العالم كله. عايزين نعرف منك يعني ذكرياتك مع الدورة الأولمبية الأخيرة. والله قبل ذكرياتي طبعا يعني أنا بصبح على أفضل سيدة في مصر، أمنا وأختنا وصاحبتنا الدكتورة حياة خطاب، لأن الدكتورة حياة خطاب هي في الفترة اللي فاتت كانت السند لينا كلنا، مش لابراهيم بس، كانت سند وكانت فعلا ام فاضله لكل الابطال اللي موجودين في البارالمبيك. دكتوره حياه خطاب يمكن احنا شهادتنا فيها مجروحه، ولكن هي فعلا يعني تستحق ان هي فعلا تكون تاج على راسنا من فوق، لان هي فعلا ربنا يخليك يا ابراهيم بفضل وصحبه الانجاز اللي احنا فيه كله. ربنا يديم عليكم المحبه والاحترام ربنا المتبادل. ربنا يديم ولادي كلهم. طبعا ذكرياتنا في البارالمبيك يمكن دكتورة كانت مع شيرانا لحظة بلحظة، يمكن في ريو كان الواحد منبهر بالوضع، ولكن في طوكيو يمكن كانت الدنيا يعني كانت بالنسبة لنا سهلة شوية. بقول لحضرتك كان الموضوع بالنسبة لنا في الأول في المرة الأولانية كان يعني حاجة وهم، يعني إن حضرتك بتشارك في أكبر حدث رياضي في العالم، فدي كانت بالنسبة لنا كان يعني حاجة وهم، وخاصة بالنسبة لنا يعني أنا لما أبقى لعيب تنس طاولة زي ما حضرتك وتفضلت مشكورا دلوقتي وقلت ان انا بلعب ببقي وابقى اللاعب الوحيد في العالم واتاهل لاكبر حدث رياضي في العالم، فدي كانت حاجه كانت بالنسبه لي كانت بالنسبه لنا يعني كانت مفاجاه جميله، يعني ان انا اتاهل في اكبر حدث رياضي. الحاجه الثانيه ما كناش برضو ما كنتش مستوعب يعني ايه النهارده حدث بالحجم ده الا في طوكيو، يعني في طوكيو احنا كنا مستعدين كويس، معالي الوزير طبعا وفر لنا كل حاجه، لجنه البطل البارلمبي دكتوره حياه، اللجنه البارلمبيه المصريه، الاتحاد المصري لتنس الطاوله، كل ده كان بيوفر لنا كل الدعم وكل الرعايه وما اثروش معانا في حاجه، ولذلك احنا كنا بنتمنى ان احنا يعني نطلع على منصات التتويج نفرح المصريين كلهم ونفرح الناس دي ونقول لهم شكرا بالميداليه، ولكن يعني حضرتك عارف ان المنافسه بتبقى النهارده افضل 12 رياضي في العالم حضرتك بتنافس معاهم، فبالتالي يعني المنافسه كانت صعبه لان انا بلعب بوقي وهو بيلعب بايده. فهو لكن هو التصنيف يعني انا حطني في الفئه دي، ولكن كانت المنافسه قويه والحمد لله ان الواحد برضه كان بيحاول ان هو يطلع كل اللي جواه. لا انت اللي جواك كده كده من شويه يا كابتن ابراهيم بشهاده العالم كله، واللي جواك ده ان شاء الله احنا ما عندناش ذره شك في انه هيرجع لنا بفايده وبميداليات. والمره برضو قبل ما نقفل معاك المكالمه الحلوه دي نعرف منك استعداداتك بقى ان شاء الله لباريس 2024. والله ان شاء الله يعني هي اول حاجه ان شاء الله في بطوله الاردن 22 اكتوبر الشهر اللي جاي ان شاء الله، دي اول مشاركه دوليه تاني ليا بعد الاولمبياد، بعديها مصر الدوليه ان شاء الله في شهر 12 هنا في القاهره في الاسماعيليه ان شاء الله. في كام بطوله دوليه ان شاء الله هشارك فيها الفتره اللي جايه دي بحيث ان الواحد يفضل محافظ على مستواه. الحاجه الثانيه ان شاء الله يعني حضرتك عارف ان الدوله بتعمل مع الوزير بيعمل برنامج طويل المدى من بعد الاولمبياد للاولمبياد اللي بعديها، فيعني الناس مش مقصره معانا في حاجه، بالعكس يمكن احنا النهارده يمكن في ادهى عصور الرياضه المصريه مع معالي الوزير دكتور اشرف صبحي. عموما احنا بنتمنى لك كل التوفيق، وانت يعني بسم الله ما شاء الله عليك يعني نموذج زي ما دكتوره حياه قالت من شويه من ضمن يعني اوصاف كتير وصفتها بيك او وصفتك بيها ملهم، فانت فعلا ملهم بالمعنى الحرفي للكلمه. تحياتنا ليك وتمنياتنا ليك بكل التوفيق في اللي جاي باذن الله. هو حمدته مرشح انه يكون كمان جايزه عاملاها اللجنه المنظمه اليابانيه الملهم الرياضي البارالمبي. يا ريت يستحقها بصراحه. ان شاء الله احنا لسه ما جالناش النتيجه لغايه دلوقتي، بس ان شاء الله وهو طبعا يعني لو هيحصل عليها هيتبرع بيها لصندوق تحيا مصر. بس هو ياخد جزء ليه طبعا علشان بس 2024. هو الحقيقه يعني مت محتاج ان كل يعني كلنا نبقى مراعين ليه، وطبعا هو يستاهل يعني. انا عايز